بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن فرعون، نجاة فرعون. لقد شاء الله تعالى أن يقرض فرعون وينجيه ببدنه فيراه أهل هذا العصر، فيكون ظاهرة تحير العلماء. قد كان جسد فرعون لا يزال كما هو، وعجب وتعجب العلماء الذين أشرفوا على تحليل جثته كيف نجا ببدنه على الرغم من قرقه، وكيف انتزع من أعماق البحر، كيف وصل إلينا اليوم. هذا ما حدثنا عنه القرآن في آياته العظيمة. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وأن كثير من الناس عن آياتنا لقافلون، سورة يونس آية 92. والسؤال: من الذي أخبر النبي الكريم بهذه الحقيقة الغيبية؟ طبعا أنه هو الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.